بقوة السلاح والجدار فرض على شيخ عشيرة الجهالين أن يتخلى عن كل ما افتخر به البدو. بيت الشعر، رائحة القهوة المغلية بالهيل وأنغام الربابة تكرم ضيوف العشيرة. وخارج غرفة من صفيح خجل الشيخ موسى من استقبالنا فيها، جلس وأبناؤه يروي لنا تجربته مع مستوطني معالي أدوميم الذين فرضوا أنفسهم عليه وعلى العشيرة ليهددوا مضاربهم بترحيل قسري. تغير علينا كل شيء يا عم. احنا كان تلقانا بيوت خيش 30 بيت 40 بيت، وتلقانا هالي الجويد وقلنا مقعد الحال، وهالي الجويد والضيوف يجوا من هان ويجوا من هان، ومنا مقعد وابدا ثم لله. الحين كل واحد مكشكل لحاله. تجربة التهجير هذا هي الثالثة التي يختبرها الشيخ موسى خلال سنوات عمره التي جاوزت 90، واليوم هو مطالب بنبذ حياته التي اعتاد. وبعد أن كانت حدود مرعى أغنامه السماء، بات الجدار الذي تبنيه إسرائيل حول مدينة القدس من جهة، ومستوطنة معالي أدوميم ومعسكر الجيش هذا من الجهة الأخرى، تشكل عالم هذا البدوي ومصدر قلقه على تراث وثقافة عشيرته المهددة بالانقراض. بحياتنا احنا تبعين غنم وتبعين نرحل وننزل، ما بتلاقي منا إنه وننظر في هالدور. احنا من لما خلقنا واحنا في بيت الشعر، يعني من قبل 5 سنين مثلا فيش كان شوارع، فيش كان يعني من هان وين ما بدك تروح ما حدا يقول لك وين. لكن اليوم يعني تطلع من برا دارك كم من متر فيش مجال تروح وين لهيك ولهيك. اما محمد الصغير هذا فله حصة الاسد لدى جده الاكبر، فهو برعم الجيل الرابع في العشيرة. والهجرة التي يوشك الصغير على اختبارها للمرة الأولى في حياته وذاق مرارتها والده وجده من قبله، ستقلب حياته وتحرمه هويته كبدوي حتى قبل أن يحياها. هنا تتجسد سخرية القدر، فهذه هجرة ثالثة سيضطر الحاج أبو محمد لأن يعيشها مرة أخرى، لكن مع الجيل الرابع من عائلته، وبقرار إسرائيلي يطالب البدو بتغيير حياتهم والتخلي عن الشيء الوحيد الذي يميزهم ويحدد نمط حياتهم، حرية الحركة. من مضارب بدو عرب الجهالين في منطقة العزرية، هدي الوهدان، بي بي سي.